أطلقت وزارة الدفاع التركية مؤخراً عملية عسكرية جديدة شمالي العراق تحت اسم مخلب النسر 2 ضد قوات حزب العمال الكردستاني. استهدفت قصف قرى في العمادية وسرسنج وديرالوك وجمانجي وإنزال جوي بالمروحيات هناك. الرئاسة التركية على لسان المتحدث باسمها إبراهيم كالن قالت إن البلاد تقوم بعملياتها ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق بالتنسيق مع بغداد وأربيل، لكن المعلومات التي حصل عليها مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية تنفي تلك التصريحات وتفيد بأن القنصل التركي في أربيل أبلغ حكومة الإقليم بتلك العملية، وإن السفير التركي في بغداد اتصل أيضا بالحكومة العراقية بخصوص هذه العملية، لكن بغداد رفضتها بالمطلق، بيد أن السفير قال للحكومة العراقية بأن تركيا تبلغكم بالعملية العسكرية فقط ولا تطلب موافقتكم عليها. هذا يعني أن الحكومة العراقية لم تنسق مع الحكومة التركية. لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي عزت الأمر إلى الانقسامات السياسية والولاءات الخارجية، وقالت إنه هو السبب الأساسي في تمادي الجانب التركي لإراقة دماء الأبرياء، داعية الحكومة إلى استخدام جميع الأوراق الممكنة للضغط على تركيا. النتائج الأولية لعملية مخلب النسر 2 انتهت باعتقال قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني ومقتل 3 جنود أتراك وجرح 4 آخرين خلال اشتباكات قرب جبل جارة. كما أغارت المقاتلات التركية على أهداف تابعة للحزب، ويرى مراقبون في التدخل العسكري التركي المتصاعد في شمالي العراق امتدادا لسياسة التدخل خارج الحدود التي أصبحت تركيا تنفذها بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة، والتي تدخلت بموجبها في ليبيا وسوريا وفي إقليم ناغورنو قرباخ الذي كان مدار نزاع بين أرمينيا وأذربيجان التي ساندتها تركيا. الحكومة العراقية تجد نفسها الآن محرجة جدا من تكرار التدخلات العسكرية التركية، خاصة وإن هذا الهجوم هو الأول والأكبر بعد زيارة رئيسها مصطفى الكاظمي الأولى إلى أنقرة خلال شهر كانون الأول للماضي.